ان الحياه الصحيه لذيذه وسهله. اليوم بوريكم شلون نسوي الحليب الذهبي بخمس دقائق. التحضير وايد سهله، اختار حليب تحبه، كامل الدسم، قليل الدسم، حليب الصويا، حليب اللوز اللي تفضله، قفشه صغيره من الكركم المكون الاساسي، قفشه صغيره من السينمون الدارسين، وقفشه صغيره جدا من الفلفل الاسود، شويه زنجبيل، بعدين تقدر تضيف شويه دهن اللي تحبه، يا قفشه من زيت جوز الهند او قفشه من الزبده، وحتى ممكن تحط زيت الزيتون او الدهن العدل. الحليب على النار ننطر دقيقه لما يستوي. دقيقه نضيف كل المكونات، كركم، دارسين، فلفل اسود، وفيره الزنجبيل، ونحركه. شوف اللون الذهبي اللي طلع هذا من لون الكركم، والكركم خلوني اقول لكم انه من اقوى المواد الطبيعيه المقاومه للالتهابات والامراض. لما نخلص من المشخاه نصب الحليب. خطوة تاخذ قفشة من العسل وتحطها بالحليب بس بعد ما يبرد وتحوسه، وشذي هم اضافت فوائد العسل وهذا شراب الحليب الذهبي بخمس دقائق، مشروب وايد صحي، انصحكم تجربونه.